بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الراب المهدوي أو الحسيني هو قياس حنفي ناشئ من المنهج الدراسي المنحرف. إخوتي أحبتي الكرام، نشرت هذا المقطع سابقا وأرق أسماع الكثير من الذين يخالفونني، يعني تعرضت لبعض الرسائل من اليوتيوب حول الخصوصية وما خصوصية. المهم، فمما اضطر إلى حذف المقطع، ولكن إن شاء الله عز وجل في هذا الموضوع سنغلق تلكم الأبواب ونعرف ما نفعل إن شاء الله عز وجل، مما يجعلنا أن نطرح الموضوع بسلاسة. أخوتي الكرام، الراب المهدوي أو الحسيني هو قياس حنفي ناشئ من المنهج الدراسي المنحرف الموجود في حوزاتنا العلمية. وهذا المنشأ الدراسي المنحرف الموجود في حوزاتنا العلمية طبعا تنتج كثير من الأفكار الضالة والمنحرفة، وجملتها هو الراب المهدوي أو الحسيني. قد يعتقد البعض بأن توظيف الراب الحسيني، أما ما يسمى وحاشا الحسين من ذلك، توظيف هذه الأغنية بدلا من أن شباب يستمعون، ما هي الحجة؟ الحجة مثلا بدلا من أن يستمع الشباب إلى الراب الموجود الغربي ممكن أن يوظف لخدمة الحسين، وهذا هو الضلال بعينه أخوتي الكرام، وهذا هو البطلان بعينه، وهذا هو الانحراف بعينه أخوتي الكرام. شنو السبب؟ والله العلي العظيم أقولها، وهذا وعد رجال مني لكم، الظروف ما تسمح لي، ظروفي لو تسمح لي، لأناظرن جميع الدعوات. مش كم واحد الآن بعثوا لي رسالة: تناظرنا بالتحريف، تناظرنا بهذا، تناظرنا بذاك. قسما برب العباد أكررها وأعي ما أقول، لو تتاح لي الفرصة، فقد ظروفي شوية تختلف، ولا أكرر لأني مشغول معظم أيام الأسبوع وأكون مستقر، يعني ما عندي مشكلة، لأقتطفن ما يأفكون دقيقة بدقيقة، أخلص على هالقضايا والأفكار بمناظرة وإلا عبر الشاشة حتى لا ألعب وياكم. أنا هذا هو الانحراف بعينه. وين العرف العقلائي؟ احنا عدنا الغاية من قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحزن من قضية الإمام الحسين، هو بيان العرف العقلائي. زين، هذا العرف العقلائي يقبل أي عرف عقلائي؟ ما يقبل هذه، أنك أنت تأتي وتؤطر قضية العزاء على الإمام الحسين بهذه الطريقة الهزيلة المنحرفة. بعد، وين الحزن والشجاعة وآثار الحزن؟ وينها؟ هذه الطريقة ليست فيها آثار حزن ولا آثار جزع ولا آثار على الإمام الحسين سلام الله عليه، بعد، بل هي هذه آثار طرب. بعد أخوتي الكرام، مخالفة لأقوال المعصومين عليهم السلام، كان يأتي الشعراء إلى الإمام الصادق عليه السلام في وقت الإمام الصادق عليه السلام في أيام محرم، يقول له: انشد لي وقرأ لي كما يقرأ أهل العراق. ابتعادهم عن نصوص آل محمد هي التي جعلتهم منحرفين إلى هذه الدرجة. يقرأ كأهل العراق، يجيني واحد أو ما يفعلونه الآن هو أن يقرؤون على طريقة أهل الغرب، يصير هذا؟ أنتم احكموا، هل هذا مقبول؟ ليش ما أنا آتي أطرد نفس العلة؟ طيب، أنا إذا أخاف على الشباب أن يضيع، الشاب العراق الشاب العربي أن يضيع ما بين الاستماع إلى الراب، خب أنا أخاف على الناس اللي تريد مثلا تسمع لفريد الأطرش، أنا ذكرته سابقا، خب أسوي لهم لطمية على نغمة فيروز، على نغمة فيروز. وفيروز كنا نعيش إحنا في لبنان وفي يعني في سوريا، كل بلاد الشام الصبح كلها تسمع فيروز، ريحة القهوة والفيروز، هاي كل بلاد الشام تسمع. خب سوي لهم لطمية على أثر فيروز، وحاش اللطمية من ذلك،
سووا لهم لطمية على فيروز. ليش تخلون هاي الناس كلها في ضلال؟ ليش بس الشباب اللي يستمعون الراب؟ مهزلة، انحراف، أقسم بالله من يفعل هذا عليه أن يرفع راية التوبة. هذا الانحراف بعينه، هذا هو الضلال بعينه. الضلال أقوى سلاح عندهم. شي يسوون؟ إما يشتكون على شيخ واثق، لو يقدمون بلاغات على شيخ واثق. ما عندهم تلك المرجلة. كل من يرى حجيته خليجي ناظر، ودخل لأراوي وين يحط علم الأصول، إيلف الألف لف بعلم الأصول ماله وحطه في خانة الضلال. هذا هو الانحراف بعينه، وهو قياس حنفي ناشئ من المنهج الحنفي الموجود في حوزاتنا العلمية. هاي هي الحقيقة أخوتي الكرام، والله العلي العظيم، هذا هو القياس. أنا أضرب لك مثل، والرواية تقول، الحديث يقول، أول من قاس إبليس واحد يجي يقول لي مثلا، يقول لي زين خلي أقيس، هذول الناس شباب مو يستمعون إلى الراب ومن المنحرفون، ليش ما أنا أسوي عندنا راب حسيني وخلي شبابنا يستمعون للثقافة الحسينية؟ هذا هو القياس بعينه، وهو البطلان بعينه، وهو الانحراف بعينه، بل هو قلب الضلال. من أين أتت هذه الأفكار؟ أتت نتيجة علم الأصول وعلم الرجال الموجودة في حوزاتنا العلمية، وتركوا أحاديث أهل البيت التي تقول اقرأ كما يقرأ أهل العراق، يجون يسووا لي لطمية على أهل الغرب. بعدين أين العرف العقلاء الحاكم على تصرفاتنا؟ الآن بالعرف العقلائي لما نتخليه هذا بين العقلاء، أيها العقلاء هل أنتم تقبلون بهذا؟ ما يقبلون أخوتي الكرام، لا يقبل أحدهم، لا صغيرهم ولا كبيرهم، ولا فيها شيء من آثار الحزن، ولا فيها شيء من آثار الجزع أبدا، بل هي نغمة منحرفة يجل اسم الحسين أن يذكر فيها أبدا أخوتي الكرام. فأخوتي الكرام، الراب المهدوي أو الحسيني هو قياس حنفي ناشئ من المنهج الدراسي المنحرف. أخوتي الكرام انتبهوا لهذا. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.